يلا السلام عليكم. صديقكم هاي دانيال اللي يعرفني نرحب به، واللي ما يعرفني نعرف على نفسنا. مرشد سياحي في أرمينيا. سوحنا الأخ العزيز علينا صديق أخ أبو غزلان ثاني مرة يزور أرمينيا. قال أريد أجي أشوف الثلوج، خساقة الثلوج. صار لي يومين في أرمينيا. اليوم جبنا البحيرة شيبان. نهر متجمد، هذا النهر اللي طلع بحيرة شيبان. فما اعرف ابو غزلان راضي علينا لو ما راضي على هالزياره مالت اليوم. راضي كل الرضي يا ابو مسيس. يقول انا نسيت ساقط الثلوج، هاي الثلوج جاي تتساقط. كنت بتخرج هسه يقول ما ارجع للفندق، ارد ابقى هنا. تحياتي. الجو تقريبا سالب 5، برد جدا. سالب 5 هنا قليل. هنا انت جاي قبل سنتين ثلاثه من اللي جينا، اذا تتذكر 2017 نفس الشخص ابو غزلان مع العائله اجوا. هنا كانت عاصفه ثلجيه، كان تقريبا 20 تحت الصفر. اليوم 5 تحت الصفر، يعني ربيع. بالليل تابعوا على الانواء الجويه، اكتبوا شيبان بحيرة شيبان على الأنواع الجوية على الويذر أبليكيشن، ناقص 10 ناقص 20 يوصل تحت الصفر. يلا.